سريع. رجل مسافر وصلى السلام. نعم. رجل مسافر وصلى المغرب مع جماعة متمة لصلاة العشاء، ماذا يفعل؟ وفاته ركعة، فات الركعة الأولى. نعم. إذا دخل الرجل المسجد أو وجد الناس يصلون صلاة العشاء وهو لم يصل المغرب، فليدخل معهم بنية المغرب. فإن كان قد أدركهم في الركعة الأولى، فإنه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة يجلس ويتشهد ويسلم ويقوم مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وإن كان قد دخل معهم في الركعة الثانية كما قلت، فيسلم على الإمام وتكون صلاة المغرب له، ثم يأتي بالعشاء بعد ذلك.